سميتي مهوب سوميا، خلقت le 9 septembre 1969 à Casablanca dans le quartier Bourgon. عند واحد القابلة سميتها وردة، وردة ولا ورقة. تنقلب على والديا اللي عنده شي انفورماسيون ولا يعرف شي حاجة يعيط ليا ولا يعيط لدوزيم ان شاء الله. هي التصويره ديالي، ملي التصويره ديالي ملي خلقت، ملي القابله عطاتني لامي اللي رباتني. نقلب على الاخ ديالي محمد اللغميش اللي صغيب نهار 29 شهر 7 2016. دابا الله يجازيكم بخير، اللي شافوا كيعرف على شي خبر تاسل هذا الرقم ولا رقم الدوزيام. قالوا لنا بان راه هو مشى في البحر، راه مشى حراك في البحر. دابا اخاي ماما كتقي كتبكي عليك، دابا راه يخليك اللي كتبكي عايش رجعنا عندنا. تنقلب على ولدي زكريا اللي خرج، فلاح زكريا اللي خرج من الدار في نهار 29 شهر 6 2018، ما نجحش ومشى من الدار. دابا ولدي الا كنتي كتسمعني، انا راه حياتي واقفه بلا بيك، انا راه ما عندي عيشه بلا بيك. كنترجاك ولدي الا كنتي كتسمعني، الا ما جي عندي ما عندك مناش خاف، ومادام انا على قيد الحياه واحد ما يقدر يهضر معاك. انا ماما بغبغ اسامه خراز مينا، الله يخليكم. انا ولدي جا من الخدمه مع 2017 شهر 12 نهار 14، جا من الخدمه جابو خوه بالطوموبيل حتى للدار. ومنين جا نهار الخميس مع 7 العشيه، منين جا خرج ما رجعش. الله يخليكم، اللي عنده شي خبر عليه الله يجازيكم، اتصل بهاد النمره تاع في الشاشه ولا على دوزان. كنسول على الاخ ديالي مصطفى الادريسي من مواليد 1 ماي 1994، اختفى من دولة سلوفينيا نهار 1 في شهر 1 2016. من تما ما عرفنا عليه حتى شي خبر، سولنا الاصدقاء ديالو سولنا ما لقينا عليه حتى شي حاجه. خويا الله يجازيك بخير الا كتشوفني، الله يرضي عليك اخويا الا ما رحمنا لوجه الله. راه الوالده مريضه وخوتي كيسولوا عليك، ولدي كيبكي عليك ولا كيشوفوا شي واحد. الله يرحم ليكم الوالدين، اتصل على الرقم ديال دوزام ولا الرقم ديالنا اسفل الشاشه. كنتي تسمعني وليدي وتشوفني، الله يرضي عليك راني مألمه من جهتك. دراج حامد مدينه النضر، نقلب على الوالد. تغاب شهر 12 5 شهر 12 هبط مولا عقوب، قلنا غادي مولا عقوب من تما ما ولا. دابا اللي شافو الله يرحم الوالدين، اتصل بنا الرقم اللي على الشاشه ولا رقم الدوزي. انا فاطمة زغز كموط من فاس، كنقلب على الوليد ديالي اللي تغيب في 2014، خرج هو با عزيز الوليد. من تما ما ولينا عشناه ولا سمعنا عليه شي خبر. والله يرحم الوالدين عزيز، الا كنتي كتسمعني جيب لي الوليد ديالي نشوفو غنعيط. ما بقيتش قادرة نصبر، اللي شاف الله يرحم الوالدين يعيط لينا ولا يعيط للقناة الثانية. الله يجازيكم بخير. حاجمي بون محمد ولد جلول يحوس على اختو حاج ميمون مباركة، زايدة 1948 إلي رونتري أو ماروك 1949. وحنا نبغوها بزاف، وحنا عندها خوتها وحنا نحوس عليها مع هذه المدة، وحنا نحوس عليها وحنا نبكو عليها دائماً.